ان شاء الله هالمره كلمه واحده لا 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 ابد قديم اخوك انا كلمه واحده قديم ها قديم قديم اي قديم اي قديم حطوا بالخلاط بالخلاط جواريب شنو تفاحه تفاحه سهله بس قولها كل تفاحه لا اوكي اوكي تطمن تحضر هسه ان شاء الله ان شاء الله من مال الله من جد ما يجي الا هسه شوف الفقر حضان ساعدوني
ساعدوني. خافي تجون قول احنا مو هنا. رجال يتيم فقير اولادي عافوني ساعدوني. قرا القصه كلها طبعا مع الحياه. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدكم واقفين هنا انا؟ اي والله مصلحه ما جتي. مصلحه ما جتي لك لك كافي كافي حمشه بالعالم كافي لك ابني استحوا على نفسكم، ما عندكم خوات، ما عندكم امهات، ما عندكم خالات، ما عندكم عمات. انت ما عندك وقت تروح؟ يعني المهم يلا. لا اعطوني. قلت لك هاي البنيه واقفه وهذا يهرد. عمي روح الله ينطيك روح. اعطيني 400 وروح. 400 نبي شرط انه. اي شرط. مو لازم اصرف عمي. انا عندي خرده تعال اصرف لك. انا مجدي. احسوني. مجدي متنقل. احسوني الدفره. دفره؟ 800 خافي مو عمي بعدين شو تريد انطيك بس روح هسه روح 25 دولار وين؟ لا تحكي جتي جتي راح تروح مثل ما اتفقنا غير تفاحه اوه هسه روح اجي القمر اه اه الو شلونك؟ زينه انا اموت عليك اشحن اشحن خربه اه ما وجهك ليش تضربني؟ عبالي عطست ما وجهك عفيه عفيه ايه يا الله ايش طالع اليوم؟ ايش طالع اليوم؟ خرب ما وجهك ليش تضربني؟ على العتعه منين؟ افتح لي البنيد بسم الله استوني الله مش يلا يلا بقول لك انا موت عليك كلش احبك تذكرها صدقيني اي واني اليوم ايش طالعه انت؟ طالعه تف تف اي تف اي بعد ديره بعد ديره تف اي تف 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 اي تف اي تف تف علي تف علي يعني اما انت صدق واحد بلا اخلاق وبلا دم بلا دم ليش حاطي له شربه مساء الخير مساء النور هلا عمي شلونك الله يسلمك دول ما يعرفون كل شيء دول ما يعرفون شباب كل شيء ما يعرفون يتغازلون بس احنا من كنا بال 45 نتغازل ويا امهات الروبه تعال خلي ايدي يمي وين يعجبك اوديك للمول للكافتيريا وين ما يعجبك وانا عازمتك على استكان شاي منو راح يدفع الفلوس؟ انا طبعا انت وانا حافظ لك قصيده شعر تقول القصيده اقول لك دولي ناب شلون شايب بريحه حلقه صبغ مال بنتلايت اقول لك هذا اخ لو عندي لساني كان سويت كان علقت نسوان هو هذا حبك لهم جدك شي انا امشي 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 ما دبرته هي تفاحه ها هي شخ تاريت لي غير فواكه شلبت لبد تفاحه زين بطيخي في ايدك اي صير بط اي بط اي بط اي بط طيخ بط دراح تلدني وين ما جايب لي فواكه اشكل بيها ما تدبرها هي تفاحه متف عليك اجمعين بابا ماما اقدم لكم صقر هو اللي حكيت لكم عليه وقلت لكم اليوم موعده جايده يخطبني يا اهلا وسهلا احنا يزدنا شرف صقر باشا انا اشكرك عشق الله يخليك اشكرك اشكرك عمه اشكرك عم مداماتي انا صدق انا انا نيتي صافيه الله الحمد لله والشكر ولو بعض الناس يقولون علي احسد فشر اي انا ما احسد يا سعيده الحقد الناس بيشعروا بالحقد دائما إيه شاب وسيم ومحترم انا اشكرك اشكرك يعني اي انا ما احسد انا كل ما هناك انا متشت صغير يعني مره باعت على مام يعني مرة خالي بس موعت عليها هيك شيء شفت عيونها زرق طاحت وماتت اجى خالص انت حلو شفت سنونه بيضي طلع سنونه جيت حلوه طاح على سنونه هسه قاعد ياكل شوربه قدر ده قدر بقى ايه بس القدر قاعد حظك انت معاهم شو اسوي انا فيقولوا عليك كذا صدفه يعني مدرسه نموذجيه كلهم ناجحين اوائل بس قلت ما شاء الله هسه كلهم يبيعون جقاير
يبيعون ماء. ما الله ما لي على نيتي يعني ما بسوي شيء يعني. ما شاء الله. دي حاجة بتبقى جوه الإنسان يعني أنت لا تقصد شيء. أنا ما عندي يعني. لا لا طبيعي يعني مرات تجار بيناتهم التجار بيناتهم يجون يجيني تاجر يعطيني فلوس يقول لي بس بوا على هذا. أبوا عليه كذي لو البضاعة تحترق لو تاجر يموت عادي. عينك ليش تشبه حلقة؟ لا ها هو انا هيك مو من ولاده؟ اي من ولاد عندي خرع ولادي نروح سوي بالليزر بشي هسه اشكال عمليات موجوده الحمد لله اي ما شاء الله لا ماما هو كل شيء ما بي هو مجرد عيونك بارو نظرته ثاقبه شي جميل انت يعني انت لو قلت على الست مدامتي انها نصحانه تخينه كثير ممكن تخس حسد يعني بقول عليه حسد جرب كذا حسدها ما اروح اسوي عمليات شفط تحسدني والله تحسدني لا لا يعني صدقي من الحسد؟ لا ما صدقي لا طبعا ماكو حسد ماكو؟ لا ماكو يا معوده يا معود هاي الثريا مالتكم ايش قد حلوه حل وقلت لكم اني نصحتكم اني الناس قلت لكم انا على نيتي بابا صدقوني انا جابولي الخارطه مال اوكرانيا بس ما وقعت عليها القرم طارت لا عافية الله يخليك ما وقعت على الاقمار الصناعيه هيجي الطياره الماليزيه طارت ماكو هاني قاهر حسود سياسي على مستوى عالمي مش سهل انت نهارك مش فايز الصقر اهلي عوفهم الله يخليك ما لي غيرهم بالدنيا بابا كنت اشتغل دولي يا اهلي كاني على مستوى دول وانا نيت الصابيه الله يرزقك الله يرزقك أنا أريد أخطب بدكم توافقون له لا لا موافقين طبعا ما أنت كده وكده هتحقدها بابا نعم موافقين ليش لا شنو مش أنت اللي جايبها ولا أمي اللي جابته الله بابا هو يقول لك يحسد أنت ما تخافون علي لا ما خاف عليك ما يخافش عليك عبيد لأنه بيحبك هو بيحبك تحبني أنا أحبك ما علي ما علي أني لا انتبه عليك طبعا انا عليهم هم الله يخليك من هسه شيلها يعني دي لو قلت ان هي تخينه شويه ممكن تخس شو تريد؟ 30 كيلو بيسرى انا لو عايز رايي 120 كيلو شيل لازم زين هنا لا يا راجل شيبقى بيه ابو ورد شيبقى بيه 120 بيهزر خد كله وسيب لي دراع واحد بس ما طول وافقته ما شاء الله عليكم الله انتم مبين عليكم شباب يعني ايه مبين عليكم شباب لا دخيلك صقر يا دخيلك بابا بيد وحده ماما وتصوري حتى سويت لهم دهر فرك اقولها ريحتهم طلعت ماتوا تريد تسافر ابو ثرب بيدك جنطة جماعة بيب 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 بيب
خيابه توت بيه. ولك شبيك؟ اسكت اخي. ولك فاتحين قلوب ازرق بعينك، شنو ولك ولك؟ قلت لك الجمهور؟ يابا يا الجمهور صدق كذي. لا عاد من جاي هنا على مود مشاركه برنامج؟ يابا وانا ما ذا فوز، انا فتحوا بوجهي فيوز. منو؟ خير شكو؟ اسكت وخلي كنت الكتله غسل وكوي، لان قاعد تصبع معقش كل شيء ما اشوف. حد يا بعديدي. غيابي. شلون كتلت؟ شلون كتلت؟ انطعنت بخنجر. ايه؟ بخنجر جديد ما ماشي. والله يا اخوي انت ما معلفني. شلون خنجر؟ هسه تقول لي خنجر مين جاء؟ انا احب سميره او سميره راحت الغير. ايه واحكي لي على الخنجر وين راح؟ ايه المهم 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 هسه الخنجر يمك لو يمها؟ اقول لك انت محتار بالخنجر لو بي؟ لا مو حتى نعرف، اقول لك ان ضربت بخنجر. ايه يعني انا احب سميره. ايه على قولة علي معمول عيساوي. إيه؟ احب الشاش سميره شعله يا بميره خته هي. ايه خته. شلون عندها شامه مثلي؟ اخ شفت خيط النوم. اخ شو احكي لك؟ اقول لك انا كان لحسك حجل. اسكت وخليه هسه من اكل رقي اكله سرط ليه ما احس بيه امورهم. الحمد لله والشكر. هذا الكرش المقهار طلع شنو عندكم شربي نازل؟ اقول لك شوف لي شاره الخنجر قتلني. المهم المهم انت ما خسران، انت ربحت الخنجر. وتلبت الخنجر صدق كثير. اقول لك خنجر انا شو اسوي بيه؟ احارب بيه؟ اقول لك انا مجروح واريد اغنيه على الجرح. اي الله يابا شوف لاخيك شلون سويت لك لحن صديق على سميرة وسهيلة. أويلي تدري أنا من وراء سميرة يعني عفت سهيلة. من عفت يا منو؟ سهيلة بالنون. أقول لك أنت. أقول ناسب علي إذا أقول لك أنا سهيلة عفت المواصفات طبعًا. أقول لك اللغة العربية هي 28 حرف. أي. أنت سويت 16. يا أخي ماي ما أحس ما أنا من ضربت بوكش سنوني ما أحس هسه الشوربة ما أحس بيها. هسه من تمطر ما احس. من تبطر؟ من تبطر. مغوش عز. صح صح. من صح من تبطر تقول دن دن دن. اي دن وانا دن. اقول اقول لك شو جدنا حقه بيك جرح. لا جديات اقول لك شو. اقول لك هسه انا دايخ وانت جوعر. انا كني صغير. اقول لك ابو الالحان شوف لي شاره ترى انا يعني شنو عافتني سميره تبيه شو قاعد الحمد لله وشكر. المهم شلون سويت لك لحن على سهيله وسميره؟ انت تصدق انا عفت سميره؟ اي سميره عفتها من وراها وحتى سهيله. حتى سهيله؟ اي سهيله عفتها. انا بس اريد اسالك سؤال، ليش المعلمات دائما اسمها سهيله؟ مو سهله بالكلام. اه صحيح. اي إيه مقنع خذ جواب مثلا مثلا من تقول إيه؟ يعني من تقول مثلا منى ايه تحس الميم طار بس سهيله 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 صحيح صحيح اوكي صبريه ايه ايه تمثلت هو تمثلت صبريه صحيح صحيح تمثلت هسه. المهم خلنا اسوي لك اللحن. اللحن عجم عالصول. اسمع عجم عالصول شلون خطبوها السميره لابسه احمر بدي سيره شنو سيره مال الحاف انت تحكي السيره مالتك لو هي الاغنيه لا هي الاغنيه شلون خطبوها السميره لابس احمر بدي سيره سيره شلون خطبوها السميره شلون خطبوها سميره شلون خطبوها شلون خطبوها سميره ولابس احمر وبدي سيره شلون خطبوها سميره تروح لتفدوى سهيله تروح لتفدوى سهيله تروح لتفدوى سهيله تروح لتفدوى شلون خطبوها السميره شلون خطبوها سميره شلون خطبوها سميره لابس احمر وبدي سيره شلون خطبوها شلون خطبوها شد شلون خطبوها تروح لجفدوى سهيله تروح لجفدوى سهيله تروح لجفدوى شلون خطبوها سميره شلون خطبوها سميره لابس حمار بدي لابس حمار بدي تروح لجفدوى تروح لجفدوى سهيله تروح لجفدوى سهيله تروح لجفدوى الواي مال السيره وبيها احمر قلت اي احمر احمر شفاه اي
بدي احمر تروح لتفدوه سميره إيه؟ عاشت ايدك على دحر قلبها إيه؟ بس الخنجر اليوم ها الخنجر انت ربحت خنجر مالك انت تعلمت بالخنجر صدق كذب اقول له مره راحت بعدي خنجر شو تسوي يا ربع اقول لك وين راحت المره المهم الخنجر الخنجر وين عنده خنجر بهالوقت انه شلون خنجر اعوج عكرف لوي اي خنجر اي خنجر اكلب بيه انا وعفوا هذا حتى عم يضربك بالخنجر ما يضربك هيك عدل يضربك اي تسويها جيجين اقول لك زين هاي الاغنيه ذا اغنيها ممكن ترجع لك سهيله ها ممكن ترجع لك بس مو مهم سهيلة المهم الخنجر تلمت الخنجر حبيبي شوف هذا شوف هذا هذا اسمه جبوم شوف مارد 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 جبوم جبوم مارد زين شوف هاي منشئة شنو منشئة شنو أنا سايق بالنهضة مارد ماما جورا جدر جدر جورا جدر بالملعب باعي كرام ايه كرام ماني مان مجان ماني 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 حليب خالد من زعلة جان اللجقه من زعلك من بيتك انا على ابولي بيتك انا على ابولي الجزاك علي شلون جبت لك اورك شنو هذا؟ اورك منك اورك عم يا غالو العب العاب عم يا غالو هذا علو اي الك هذا اي واو عم يا غالو عرفت شنو؟ طلعت يا ما احلى نور شمس الشموسه يلا من لا ما نلقى موسه اشتغلت عدل ما خشبه حتى ونصب والله ما الخشبه وعلى ظهرك يا اهلا وسهلا الله بالخير الله بالخير وين وين يعجبك تطلع؟ اطلع وبعدين اقول لك اطلع يعني وين قبل اطلع؟ لا مو قبل لعد وين؟ اخذ اخذ مش اخذ اخذ يسرى يسرى؟ لعد الهم شاهين اقول لك يسرى يسرى اي يسرى نعم بس ما قلت لي انت هذا الفرع هذا الفرع ليت الغوايه هذا الفرع الغوايه شو 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 حضرتك بالشنج ايش فيك دغورن مو كان دعمت اي انا صاحب عائله صدقني هاي السياره مو باسمي انت ليش تقتلني ليش تقتلني ابو وين قاتلك هاك السياره وهاي الفلوس بجيبي دا اقول لك امشي امشي على كيفك بس لا تطلع من الجماعه الله 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 يستر بابا ايش بيك خايف؟ طب سلاح خطفك؟ لا انت إيه تخطفني البارحه اكتريتها بالليل ودعت علي بلا حجي زايد راح تمشي؟ إيه لو انا سوق لا لا اعطيك السياره والسويج وفلوس وعندي عندي فجل بالسياره ومسواق حجي ما اريد اتهمت يلا لوف مو هاي العبوه اللي بيدك هاي مو عبوه لا شنو هيك شنو عبوه؟ شنو العاد؟ هاك بس العصبي اشرب مي تفضل ما اريد مي هذا مي من التمر لعلمك هاي الوحده بعشرة آلاف العبوه مو العبوه لا شنو الوحده شنو الوحده هي هاي؟ نزم شنو؟ نزم شنو؟ تريدهن؟ ايه يلا لا ما اريد لا تخاف ما اريد لا بابا هاي توم انجيري الجزء الرابع شنو؟ سيديات هذا توم انجيري الجزء الرابع؟ ايه يعني هاي كرتون ايه كرتون الجزء الرابع الجزء الرابع هذا الجزء الرابع اي بس ترى الاولانيات مشخطه هذا كلش واضح ها واضح اي واضح هذا توم جيري الجزء الرابع اي عافيه اي الجزء الرابع الجزء الرابع بس حلو براحتك شوف صدق ولا إيه. هذا الجزء الرابع راح اسويك الجزء الخامس بابا قلت لك هو ابن 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 ترقص يا صبيه وش بيكي ايديكي بايدي او خلينا لا بكره خلينا لا بكره امي حبيتك يا حبيبي استغفر الله اقول اليوم شنو اليوم اشو لا حد مر منا لا بني لا ولد لك عيني حتى اللي يمر منا انا ويسمع صوتك وانت تغنين يا حبيبي من غير ما اسال همين هزم سكتي سكتي كافي غيره هاش بيش غاري منك احلى منك هاش بيش رجوحه شو انا احس بيك انت اعصابك تعبانه كلش تعبانه وصار لك كم يوم لا طالعه لا رايحه صديقاتك ايش بيك ايش تحكي لك وحده اثنين صدق اه اه جلبه بنت ايه
حبيبي ها اكو شيء؟ سكتي لا تحكي يلا اقول لك رجوحة هذا الولد اللي تحكين وياه بالانترنت يعني على صفحتك مالت الفيس كلش حلو يخبط شوفي شو طيب يا حلاوه يا ولاد بجنن ابدعت اي كلش حلو بروحها الفاروق ها مو مو يشبهها حلو ها حلو مو يشبه خالج اي يشبهها ذكرتيني بخالي دكافي هو شلون خالج ام زين مات وجهه كله فالوني يلعب سبع ارواح دي روحي تروحي لفدوه اقول لك قولي شو ما خلى صورتك انت على الانترنت شنو عيني مخلي صورتي هاي تشوفيها ليش ليش تكذبين ليش رجوحه ترى احنا اخواني القريه كل من يعرف اخيه هاي صورتي كان عمرك 14 سنه شنو عيني انت بدعره النفوس المهم هي صورتي لو لا ايه صورتي بس انت تغارين انا اغار مو مثل هاي النسوان مخليها صور مال الممثلات ايه يلا يلا هي وجهك انا وصله مال مسح بدي اشوف بدي اشوف خلي اقرا لك تعالي شوفي ولك رجوحة هذا يريد يشوفك هسه شلون ودبع صورته خبه مو قلنا صورته حلوة جبيتش انت دريت يا حبيبتي ايه يريد يشوفك شلون انت بس انا كتبت له تجي تعال يجي تعال ايه قلت له تعال يعني هسه راح يجينا هو قلت له كم كم بالانجليزي خوش وهسه يجي يلا تعدلي روحك عدلي روحك اي اكلش حلوة حلوة دوك فيني انا عدل روح اظل انا بس اباوع؟ ايش عندي بس مناظرك؟ على قد تشوفيني؟ شنو مناظر؟ شنو مناظر يقول كبيره؟ تقعدي تقعدي تقعدي. ايه قلت حلوه انا؟ اي حلوه. شفاقه مجوده. عيني عمو وخر شوي اللي قاعد تخلي اباوع. توخر عيني. شنو هذا؟ لازقين بسيكوتيني وجايبينه دروح روح منا. مرحبا عبوه. أنا عمود أقول لك بخلي غاد خليني أشوف فدوة ما تقولش إيش وقفك بطريقنا؟ شنو عمو؟ شنو أحترمي نفسك؟ أنت مرة كبيرة ورجيش واصلة باب القبر. ما أنا قلت عيني الناس قالها على أساس شلونك عيني بعز الشباب شو أقول لك حبيبي يا فتى الأحلام أنت ظاهر ما تستحين مو مال واحد يف 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 وياك جيبه جيبه التخم مال سنون طيحه هنا التخم مال سنون أقول خالة خالة تخلخلك خالة سكتي خالة يا ويا خالة سمر شكو سمر لا تخليني اطلع من طوري لا ابقي بطورك لا تخليني اطلع من طوري لا ابقي بطورك عيني وين راحت اقول لك هذا مو زقاق دقوم شو شوفك زقاق 35 ايه كنا في الساعة هذا مو 77 البيت ايه بلا زحمة انت ام راجحة ام راجحة يا عيني وين راجحة اشوف ضحكين ام راجحة يعني انت ام راجحة يعني انت الكبيرة انت الأماية اقعدي وش تريد من راجحه وام راجحه؟ متعاود وياها متوعد وياها عنيت متوعد وياها عنيت؟ اي عنيت عنيت ليش هو؟ انت منو حضرتك؟ انا لؤي عالم دار ابو الفيس يعني انت كنت تحكي وياي على أنا راجحة وانت انت كنت تحكي وياي على الفيس ها اشوف اني ضعيفة ها اي انا انت راجحة اقول لك تعال لؤي تعال هنا تهدر الجدر ولقى القبغ مالته بس عندي حكاية وياك قول اقول لك انت من تطلع شو يخلوا لك ها اميري ومن تمشي هو تكنولوجيا مشوني اي لانه اذا بدون اميري يلمونك هو على الطاقه الشمسيه اي 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 انا يا دينام يا ماما دينام عاد مو روحي طلعت مو حتى مصارين تقطعت ويلي يابا مو قلت لي ثلاث باكلين بطيخ
قلت لك لا توقيني بالطيور، ارتاح عندي؟ دللول 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 على كيفك على نب على خشمي نودي ها عيل هلا هالنودي بدول قبش شوفي قدامك شو بطنك شوي صارت قبض؟ والله بعد انا شربت هاي شو اسمها القابضة عفي عليك عفي غريب شو ما حاطت لك كحلة؟ ايش اسوي لك كحلة؟ حطي لعيني على مود عيني تنجر هاي شيء ما تعرفين يا معودة سكتي خشمي لست اشهر لازم تحطين الجرين الجرين في دول قلبك حكي بيني وبين الشجر من خشمي ايش اذا خشمي واصل الحلقة بعد وين يوصل بعد ست اشهر يا محنشة رصعات على طول سوي لي هيك لا ما احب الرصعات لا ما احب يا عيوني حبيبي احبك 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 يخب الله ماما زين هيك جاية بعد شوية جاية بلعب وحقت خلي ولن دني قديمات ماما زمن يا بد يا بد ولي اسمعوني خلي احكي لكم هاي السالفه قد يوم انا دافتر باب الشرجي ودا ادور بالعتيق وكان اشوف لك المصباح السحري خطيه كاتله الزنجار دا اسال على السعر كان يقول لي ها خالي تدور سحر يما حسوني شدي هنقول قلت لعمي فدقيقة يمي أشو أنا فركت المصباح وكان يطلع المارد يصيح شبك لبك خلصني رحمة الوالدي قلت له فهمني شو تريد قال له رد أطفر للسويد قلت لعمي ما دام بعدنا بالسويق أرجع لمكانك لأن كل شي ما راح تستفيد أنا هم رجعت المصباح لمكانه ورحت فولت السيارة من البنزين خانة بس شلون بنزين محسن وراها أخذت السيارة دفع يما حسوني شكسي خدف بس حكي تدفع وياي شوف الطلع لزين كلها تشتري بدي انا يا رجل
سكين بطيخي طلع احمر والرق طلع اصفر خلى شربي يفتر اهفي عسل جمار يا رقي يا سكين